دكتور علي، بموضوع الجنوب تحديدا بدأ مسار جديد، يعني خرقان من الجنوب الثالثة اللي هي اجمالا بتكون بلوك واحد. هل من بعد هيدي المحطة برأيك رح تبلشوا مسار جديد من تكوين حركة سياسية، أو يعني نسميها ما شئت، بالجنوب لحتى تمهد لعمل سياسي ومنافسة حقيقية حتى بعدين على المقاعد الشيعية؟ هل بدأ هذا الأمر برأيك؟ هل فتحتوا الباب برأيك؟ أنا بعتقد واضح أنه حزب الله وحركة أمل عندهم حضور تمثيلي واسع لا يمكن لأحد أنه ينكره، ولا نحن بلحظة أنكرناه. ونحن كانت مقاربتنا من أول لحظة هي مقاربة، خلينا نقول عقلانية، بأنه نحن في تمثيل، في منطق، في لوجيك معين وسردية معينة عند حزب الله وحركة أمل نختلف معها بشكل حاسم وواضح، ولكن نحن نعترف أنه هذا الجو موجود بجنوب وعنده ربما تمثيل واسع جدا. ولكن بعتقد في رسالة واضحة كانت الجنوب من 30 سنة ألغيت التعددية السياسية فيه. الجنوب من 30 سنة صدرت كل موارد الدولة، كل صلاحيات البلديات والعمل صدر الفضاء العام. اليوم في ناس كسرت احتكار التمثيل السياسي. هيدا الشيء فتح باب، بعتقد نحن رح نفكر بهدوء كلائحة معا نحو التغيير، الأشخاص الـ 11 مع اثنين اللي نشعوا، إضافة للقوى السياسية والمجموعات والأفراد من الحزب الشيوعي لمنظمة العمل لنبض الجنوب لعامية 17، ما بدي يكون نسيت حدا، لنفكر جديا بدون نقيم النتائج، نحللها بهدوء وعقلانية ونبني عليها كيف نربط هذا المسار الوطني مع معركة التغيير على المستوى الجنوب. شكرا لك دكتور علي مراد على هذه المداخلة، أهلا وسهلا فيك ومبروك مجددا فوزكم بمقعدين بالجنوب الثالثة، الياس الجرادي وفراس حمدان عن المقعدين الأرثوذكسي والدرزي.